فضل الاعتصام يجب ما قبله، هكذا يرى المراقبون موقف المجلس العسكري من اتفاقه السابق مع قوى الحرية والتغيير بخصوص هياكل الحكم في المجالس الثلاثة. ورغم تأكيده على التزامه بذلك الاتفاق، يريد المجلس قسمة جديدة بخصوص المجلس التشريعي والسيادة. ونشارك الناس في المجلس السيادي ما عندنا مشكلة، لكن أهم حاجة التشريع ده، احنا دهنا تشريع منتخب، دي مشكلتنا. يا ما يغشوكم يقول لكم في كده، أنا احنا مشكلتنا في التشريع ده. مشكلتنا في التشريع ده، زول داري يجيب لي قانون يجيب لي تشريع ويقسم البلد بدون ما ينتخبوه، داري يعمل له شرعية والشرعية دي أداها له المجلس العسكري. الحديث عن قسمة جديدة بين الأطراف المختلفة يراها البعض مناورة سياسية هدفها تشكيل حكومة لتصريف الأعمال. المجلس العسكري هذه الأيام يحاول أن يناور في الإطار السياسي في عدد من الأماكن. المجلس العسكري الآن يتحدث عن تفويض من قبل الجماهير الشعب السوداني حتى يقوم بتشكيل حكومة تسير مهام في أقرب فترة. قوى الحرية والتغيير أعلنت تمسكها بالوثيقة الإفريقية الإثيوبية كخيار لحل الأزمة بينها والمجلس العسكري الانتقالي، مع المواصلة في التصعيد على الشارع بالمواكب والمظاهرات للضغط على المجلس العسكري الانتقالي. التصعيد سوف يستمر في مجال التظاهرات في الأحياء لجان المقاومة، وهنالك طبعا تظاهرة كبيرة جدا جدا، موكب كبير هو موكب 30 يونيو، نعمل على الإعداد له حتى يستطيع المجلس العسكري أن يسمع أن هذا هو الشعب السوداني في الشارع. وكان المجلس العسكري الانتقالي شكل لجنة برئاسة نائبه للاتصال بالحركات المسلحة اتخذت أول قراراتها بإطلاق سراح سجناء هذه الحركات. توشك العملية السياسية في السودان على الانهيار بفضل تمترس الأطراف خلف مواقفها، الأمر الذي يدخل الحل في نفق التعقيدات والتسويات العصية. أحمد العربي، قناة الغد، الخرطوم.